هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكه اقبالا لافتا على تلقي مختلف التطعيمات ضمن الحمله الوطنيه للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الجمعه اكثر من مليون ومائه وتسعه واربعين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليونا وواحدا وتسعين الف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 259 ألف شخص